السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. اللي تشاهد القناة لأول مرة ما يحرمناش من واحد الاشتراك وواحد اللايك. ريدي تو إمرجنس الدعم اللي خصته الدولة خصوصا الناس يعني اللي ما خدامينش وفقدوا الخدمة ديالهم، سالا لهم ناصبي، سالا لهم ديزكوباسيوني، المهم راه ممكن أنهم يطلبوا هذا ريدي تو ديال إمرجنس. بطبيعة الحال ما يكونش الإيزي ديالك فايت ال 15000 أورو، يعني من الناس اللي عندهم 15000 وتحت يعني راه ممكن انهم يدفعوا طلب للحصول على الريديس ديال الامرجنسا. دفع الطلب ممكن انكم تمشيو للكاف او تمشيو للباتروناتو او ممكن تدخلوا ديريكتومون الموقع ديال الامس. غادي نخلي لكم اللينك ديالو هنايا في صندوق الوصف او في التعليقات، غنخلي لكم اللينك باش تدخلوا ديريكتومون. بطبيعه الحال غادي خاصكم يعني يكون عندكم سبيد، وسبيد راه حتى هو تكلمنا عليه شحال هذيك. ترجعوا الفيديوهات القدام في القناه راه غادي تلقاو سبيد وكيفيه عمل سبيد كذلك. اللي كانوا تيتكلموا فيه شحال هذه الاخبار هو ان غادي دوز براتيكا ديريكتومون يعني اوتوماتيك بالنسبه للناس اللي ديجا كانوا استافدوا. عاود شفت عاوتاني يعني في اخبار اخرى بانه لا خاص كل شيء يدير يعني الطلب. المهم اخوتي من الاحسن الانسان يمشي ولو انه ديجا كان استافد، يمشي للكاف ويمشي للباتروناتو ويتكلم معاهم في هذه المساله هذه. كان يعني غادي يدوز اوتوماتيك ما كاين حتى شي مشكل، ما يديرش طلب. كان خصو ضروري يدير طلب ديالو للحصول على هذا الدعم، وهذا ما كان في هذا الفيديو. هذا نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.